الحالة الهاشمية، الملكة رانيا العبد الله المعظمة، السيدات والسادة، أستأذنكم جميعا بالوقوف. صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحبة الجلالة الهاشمية الملكة رانيا العبد الله المعظمة، أصحاب السمو والدولة والمعالي والعطوفة والسعادة، أيها الحفل الكريم، جامعتكم الأم ترحب بكم وأنتم الذين وطئتم أرضها وتنسمتم هواءها وعشتم بين جنباتها أياما تنزلونها منازل الخلد في صفائح ذكرياتكم. اليوم جامعتكم الأم تحتفي بأحد أبرز القيادات في وطننا العربي الكبير الذين نسجوا أسماءهم بخيوط الشمس وطرزوا تاريخهم بتراب أرض الجزيرة العربية الطاهرة التي ضربتها أقدامهم فخبرت عظم ما قدموا لها وأعطوا. اسمحوا لي أيها السادة
أن أدعو عطوفة الأستاذ الدكتور خليفة الطراونة رئيس الجامعة الأردنية لقراءة نص براءة منح الدرجة وتسليم شهادة الدكتوراه الفخرية في الأعمال الدولية، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، صاحبة الجلالة الهاشمية الملكة رانيا العبدالله المعظمة، صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود المعظم، أصحاب الدولة والمعالي والعطوفة الأكارم، العلماء الأجلاء، الأساتذة الفضلاء، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أن نكون اليوم في حضرة صاحبة الجلالة الهاشمية الملكة رانيا العبدالله المعظم راعية المعرفة والعلم، وفي الجامعة الأردنية التي تمد صور عطائها المعرفي إلى مختلف أرجاء المعمورة عبر خريجيها الذين وصلوا إلى أفضل مواقع التأثير العلمي وأرفع الدرجات العلمية في التميز العالمي، وأن يكون بين ظهرانينا اليوم شخصية بقامة وقيمة سمو الأمير الوليد بن طلال، فتلك حادثة أشبه بالولادة، صعب بأن تعاد مرتين. ذلك لما نحن فيه اليوم من تمام سيرة وسيرة سموه المعبرة عن الإنجاز والتفوق دوما، وأننا اليوم إذ نقدر الإنجاز والريادة والتميز وصناعة الفرق ونحقق رؤيتنا إلى العالمية، فأننا نجسد ذلك كله في سيرة صاحب السمو الملكي كشخصية عالمية أسهمت بشكل فاعل في تغيير صورة الإنسان العربي والارتقاء والنهوض بها إنسانياً ومعرفياً في زمن أصبحت فيه صورة العربي مؤطرة بالتطرف والانغلاق ورفض الآخر. الأستاذة الدكتورة عميدة كلية الدراسات العليا، أرجو أن تصحبي صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال المعظم إلى المنصة. وبعيداً عن سيرة سموه الحافلة في العمل والعطاء الاقتصادي والإعلامي والقدرة على النهوض والتجديد، فيسرني أن أتلو نص براءة منح درجة الدكتوراه الفخرية في الأعمال الدولية لصاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال ابن عبد العزيز آل سعود المعظم، قرار رقم 1712 على 2013، استناداً إلى نص المادة 4 باء من نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في الجامعة الأردنية، وبناءً على تنسيب الأستاذ الدكتور خليفة الطراونة رئيس الجامعة، وحيث أن صاحب السمو الملكي الأمير قد تميز على المستوى العربي والعالمي في مجال الريادة والقيادة والاستثمار والأعمال والإعلام، فحاز على تقدير المجتمع العربي والعالمي، وعد من أبرز الشخصيات الاقتصادية والإعلامية في الوطن العربي والعالم أجمع، وحيث أنه كان مثالاً يحتذى في السعي لخلق حوار هادف ما بين الحضارة الإسلامية وحضارات العالم الأخرى لتشكيل مسار قائم على الانفتاح والتفاهم والسلام ونبذ العنف والتطرف، وحيث أنه شارك في كثير من النشاطات الإنسانية والأعمال الخيرية إلى جانب عمله الاقتصادي، فأسس مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية والإنسانية، والتي ينضوي تحتها ثلاث مؤسسات خيرية في المملكة العربية السعودية ولبنان وأخرى تشمل جميع أنحاء العالم، وحيث أنه لعب أدواراً ذات قيمة عالية كانت من محركات تطوير الاقتصاد والاستثمار والأعمال الخيرية على المستوى العربي والعالمي،
وحيث يعد سموه مؤسساً وراعياً لمؤسسات الوليد بن طلال المتخصصة لدعم التناغم الثقافي العالمي والعون من الكوارث وتمكين المرأة وإطلاق مشاريع التنمية المجتمعية، وحيث أن سموه حصل العديد من الأوسمة والدروع والجوائز وشهادات دكتورات فخرية في عدة مجالات من جامعات عربية وعالمية مرموقة، وحيث أن سموه يعد دائماً الرقم الأول ضمن عدة قوائم، منها قائمة 50 شخصية عربية الأكثر تأثيراً في العالم، وقائمة أقوى شخصية عربية، وقائمة أهم 10 رؤساء شركات مبتكرين في العالم العام 2011، وقائمة أبرز الرواد في العالم العربي، وحيث أن سموه يعد أفضل شخصية مؤثرة في السياحة في الشرق الأوسط، وشخصية العالم الإعلامية الخليجية الرائدة، وسفير القيادات الإعلامية العربية، والشخصية الاقتصادية الأولى، قرر مجلس العمداء منح صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال ابن عبد العزيز آل سعود المعظم درجة الدكتوراه الفخرية في الأعمال الدولية. والآن أيها السيدات والسادة، يسعدني أن أقدم لكم صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود المعظم ليتفضل بإلقاء كلمته مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صاحبة الجلالة الملكة راني عبد الله، معالي الدكتور خليفة الطراونة رئيس الجامعة الأردنية، أصحاب المعالي والسعادة، أي سادات السادات السادة، أيها الحبل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. المملكة الأردنية الهاشمية ينظر إليها على أنها الرحم الحنون والكنف العطوف اللي يرأف بجيرانه في الملمات، جسد التاريخ بذلك إنه عندما قامت مشكلة الاجتياح الإسرائيلي الغاشم أرض فلسطين العزيزة في عام 1948 ميلادية، وجد الأخوة الفلسطينيين في الأردن ملاذا آمنا وملتجأ حصينا آووا إليه حماهم من بطش المعتدين، وما زالوا يلعبون فيه بحسن لواء حتى يومنا هذا والحمد لله. واليوم يشيد المجتمع الدولي أجمع بموقف ليس بديد على الأردن، ويدين له بالفضل إزاء استضافته لأفواج كثيرة من الأخوة السوريين المستضعفين من رجال النساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يجدون سبيلا. وكما ذكر جلالة الملك عبد الله في مؤتمر القمة الأخير، هناك أكثر من 1,300,000 لاجئ سوري في الأردن. هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم طلبا للنجاة من جحيم هذه الحرب المستعرة في بلادهم، فوجدوا في الأردن، أردن الحبيب، طيب المأوى وحسن الوفادة على الرغم من شح الموارد وقلة الإمكانات، إلا أن أهلهم هنا قاسموهم لقمة العيش وشرفوهم هموم الحياة. هذا هو الأردن، أردن حسين بن طلال رحمه الله. وهذا هو أردن عبد الله الثاني الآن. أما الجامعة الأردنية التي نحن في ظل كنفها اليوم، فغني البيان عن البيان أن نقول أنها تعتبر من أهم المعالم الحضارية والإنجازات العلمية الرائدة في هذه البلاد الأبية، وهي ثمرة من ثمار العهد الباني الراحل رحمه الله الملك حسين بن طلال. ومنذ تأسيسها في خريف 1962 ميلادية، وهي تعنى بتطوير مراكز البحثية التي أسهمت إسهاما فاعلا في تنمية البحث العلمي للتطوير والإنتاج، وعلى مدى 52 عاما من البناء نجدها اليوم
ما تزل صرحا شامخا عديدا قد أدت أكلها ضعفين بفضل ربها. كما نراها لا يتوقف سعيا عن الوصول إلى أعلى مراتب التميز فقط، بل تسعى إلى تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة والاستعانة بأحدث التقنيات المعلوماتية في برامجها واستراتيجياتها، قائدة للحراك العلمي الفعال والتغيير الإيجابي ليس فقط في الأردن بل حتى في العالم العربي. وقد جعلت المسؤولية الاجتماعية في أعلى سلم أولوياتها، فأصبح خريجوها أكثر خريجين توظيفاً في سوق العمل، بل منهم من تسنم أعلى مراكز السياسية في الدولة، وما تكريم الجامع منها الدكتوراه الفخري لابنها البار دولة الدكتور عبد السلام مجالي منا ببعيد. إن المستوى المتقدم الذي تتبوأه بين نظرياتها على مقاييس التصنيف العالمية جعل نشاط هذه الجامعة واهتمامها لا يقتصر على القطر الأردنية وحده، بل شمل أقطاراً عربية وعالمية عديدة، مما يؤكد عالميتها ويبرهن على انتشار رسالتها، ويشهد لذلك ما تسخر به أروقة الجامعة من استقبال وفود من الجامعات العالمية على أعلى مستويات لعقد تحالفات مع الجامعة لتبادل الخبرات العلمية في فنون المعرفة المختلفة، حتى أصبح لديها خريطة تحالفات لا تغيب عنها الشمس ما بين جامعات العالم، أمثال روسيا وهنغاريا وكوريا وتايلاند وسنغافورة والبحرين وبريطانيا وأمريكا وحتى غير ذلك. وأن اليوم وأنا أقف في هذا الصرح العلمي العظيم أجد نفسي أتوافق مع الجامعة فيما تسعى لتحقيق من أهداف سامية في مؤسسات الإنسانية والخيرية كما ذكرت، الإقليمية منها والعالمية، أصبحت بفضل الله تعالى تغطي أكثر من 45 دولة في قارات العالم الخمس، وقد تنوع نشاطي ليشمل المراكز البحثية والكراسي العلمية في أكبر وأبرز الجامعات الدولية، وكذا دعمها المجالات الحوار بين أتباع الديانات والحضارات المختلفة لتقريب وجهات النظر فيما بينهم من أجل تعزيز التعايش السلمي والعيش المشترك الذي هو مطلب العقلاء في العالم. وما إنشاؤنا للجناح الإسلامي في متحف اللوفر في فرنسا إلا من أكبر شواهد على ذلك. جاءت الملكة حفل الكريم، إن مؤسساتنا التجارية أيضا منتشرة في أكثر من 40 دولة في العالم، شاهد حق وناطق صدق على أن المسلم يجب أن يكون فاعلا في بناء المجتمع الإنساني، فالصراع الحضاري اليوم هو صراع اقتصاد، فكلما كنت ذا اقتصاد قوي ومتين كنت أنت المتصدر، ومن أجل ذلك صار الاقتصاد عصب الحياة، ولذا تقاس الأمم بمقدار قوة اقتصادها. ولتحقيق هذه الغاية نجد أن الله أمر الخلق بعمارة الأرض التي أوجد فيها وجعل عمارتها للنجاح لا للفشل، فقال الله سبحانه وتعالى: وهو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي طلب منكم من عمارتها. إذن هناك قواسم مشتركة كثيرة بيننا وخطوط التقاء عديدة تجمعنا. نعم نحن شركاء وهدف، ومن أجل ذلك يضمن هذا اللقاء تحت لواء جلالة الملكة رانيا عبد الله. ومع احتفال الجامعة اليوم بمنح شهادة الدكتوراه الفخرية في الأعمال الدولية إلا برهان ثابت على تناغم رسالتها مع رسالة مجموعات مؤسساتنا الهادفة التي تميزت بجعل الهدف التنموي والتطويري مقدم على هدف الربح المادي وتغليب الرسالة الإيمانية في البناء والإعمار والتميز على ما عداها. إنني لشديد الاعتزاز بمنح اليوم هذا الوسام الغالي، وكما تتشرف ويعتز ويبتهج به جميع أعضاء الفريق العمل الذي ينهضون معي لينهضون بمهام مؤسساتنا الخيرية والإنسانية والتجارية، ويعتبرون وسام تقدير على صدر كل واحد منهم مما يدفعهم إلى المزيد من العطاء بإذن الله تعالى، ويشجعهم على الاستمرار في نهج التطوير والتنمية. فأجزي الجامعة ومجلس عمدائها وسدادتها وممثلين في رئيسها الدكتور أخليفة طراونة من الشكر أطيبه ومن الثناء عطره على هذه المنحة وهذا التشريف، ممتنا لهم حسن الثقة والتقدير. جاءت الملكة، وفي الختام يسعدني جدا تشريفكم اليوم واعتز بوجودكم بيننا، وأطلع لمقابلة جاءت الملك قريبا. شاكر لكم الحفاوة والتكريم، وعلى دروب البناء والتنمية نلتقي إن شاء الله، سائل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعمل فيما يرضيه، وأن تبقى المملكة الأردنية الهاشمية حاضنة للعلم ورافعة راية المعرفة في ظل رعاية جلالة الملك عبد الله الثاني والأسرة الهاشمية المباركة. والسلام عليكم ورحمة الله. صاحبة الجلالة
المعظمة، أيها الحفل الكريم، سعدنا بالاستماع إلى هذه الكلمة المليئة بالمعاني والدلالات، والتي أنار لنا فيها سموه أضواء على محطات مهمة في سيرته الممتدة عبر سنين طويلة من البذل والعطاء والإنجاز، فله منا كل الشكر والتقدير والاحترام، وله من الجامعة الأردنية كل العرفان والتقدير، وحفظ الله المملكتين الأردنية والعربية السعودية من كل مكروه وشر تحت ظل القيادتين الأردنية الهاشمية والعربية السعودية بقيادة جلالة الملك المعزز عبد الله الثاني بن الحسين المعظم وخادم الحرمين الشريفين جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز، حفظهم الله ورعاهما، والسلام عليكم ورحمة الله. أيها السادة، نبارك لصاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود هذا التكريم من أم الجامعات، وأستاذنكم بإعلان انتهاء مراسم منح الدكتوراه الفخرية، وأدعوكم للبقاء واقفين حتى خروج الموكب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.